متواجدين في أرض المعارض بالتجمع الخامس، بنرصد فعاليات معرض تراثنا اللي بيتيح الفرصة لأكثر من 1000 عارض إن هو يعرض منتجاته ويسوق لها هنا كمان. خلينا نقول إن معرض تراثنا كمان بيساعد على الحفاظ على تراثنا العريق من الانتصار. الدورة الرابعة للمعرض تراثنا هو من 9 ل 15 أكتوبر، بيأكد اهتمام الدولة واهتمام توجهات فخامة الرئيس بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنية الصغر، وخصوصا الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية. الصناعات دي يا جماعة صناعات قوية جدا، وصناعات احنا بنحيي هذا التراث بتاعنا. المرأة دورها فعال جدا طبعا، 69% من المساهمين والمشاركين في المعرض من المرأة. جايين من محافظة المنوفية هنا عشان نعرض شغلنا قدام الجمهور كله، منتجنا سجادات وحرير، شغلنا في قلب قريتنا اصلا في قلب بيتنا، طبعا ما بنطلعش المصانع ولا بنروح بره، شغلنا في قلب، بنشتغل في ايدينا على النول. المعرض وفر لي الحمد لله وفر لي كتير، يعني تكفي ان انا بتعرف على عمل اكتر، بياخدوا مني شغل اكتر، فبالتالي بيزيد الانتاج عندي وبالتالي برضه بيزيد العماله برضه. احنا نمثل البيت الاماراتي، نعرف الناس على زي الامارات القديم، نعرف الناس على الأشياء اللي يستخدمونها قديماً، الحرف اليدوية مثل عندك التلي، آدات التلي اللي هي هذه اللي يلبسونها الحريم، كلها شغل يدوي. الفائدة الكبيرة وجودنا في مصر الحبيبة، يعني رقم واحد. رقم اثنين، لقاء الأشقاء والتعارف بين المشاريع المختلفة في الدول العربية، ونصنع نظام جديد، التراث كيف نحوله إلى منتج تجاري، وهذا بحد ذاته نشكر فيه مصر حقيقة. في المعرض أنا بفتكر منصة كبيرة جدا فيها تبادل تراثي وثقافي لدرجة لم نتوقعها، فأنا بفتكر المنصة دي خلتني يكون عندنا نوع من الشراكات الجميلة مع قطاعات مختلفة داخل المعرض. المعرض السنة دي أكتر من رائع في التنظيم، في البداية من البداية خالص حتى كانت سهولة في الإجراءات نفسها بتاعت حتى حاجتنا اللي احنا بنحطها، المواعيد، لا الدنيا كانت جميلة. الأسعار الحقيقة كويسة جدا، كناش متخيلين إن الحجم كبير كده والمكان كبير كده، التراث كله متجمع في مكان واحد ومتجمع من كل يعني أنحاء الجمهورية وغير كمان أنحاء الجمهورية والدول العربية كمان، ودي احنا بالنسبة لنا برضو كان مش سهل إن احنا نلاقيها في مكان واحد.